الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعل يا ربنا قبرها حفرة من حفر النار. اللهم واجعل قبرها نورا، عن يمينها نورا، عن شمالها نورا، من فوقها ومن تحتها يا ربنا نورا. اللهم أضئ لها ظلمة قبرها بنور القرآن العظيم. اللهم واجعل لها القرآن في قبرها مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط هاديا ونصيرا. اللهم وأطعمها من طعام أهل الجنة، اللهم وأطعمها من طعام أهل الجنة، واسقها يا ربنا من شراب أهل الجنة، وألبسها يا ربنا من لباس أهل الجنة، واسقها من يد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم إنها قد نزلت بك وأنت خير منزول به، أكرم يا ربنا ضيافتها. اللهم وأكرم ضيافتها وآنس وحشتها، واجعل هذه الساعة عليها ساعة برد وسلام، واجعل هذه الساعة عليها هي خير ساعاتها يا رب العالمين. اللهم وقنا فتنة القبر، وقنا يا ربنا عذاب القبر، وقنا يا ربنا واحفظها من ظلمة القبر، وقنا يا ربنا ظلمة القبر، واجعل اللهم ظلمة القبر عليها.